قدمت مؤسسة إي بي أفريق بالتعاون مع مطبعة إسكان الفرنسيتين قدمتا كتبا علمية لمادة الرياضيات لمرحلة المتوسط، هذا وقد تم تسليم الكتب للمركز الوطني لدعم المناهج. فاطمة داود اللحمير. إن المرحلة التعليمية المتوسطة لها أهمية كبرى في إتاحة المزيد من العلوم لتنمية قدرات التلاميذ، الأمر الذي دعا بشركاء التنمية كمطبعة توسكان ومؤسسة إي بي أفريق بتقديم 50,000 كتاب لمادة الرياضيات، وذلك لتغطية النقص الحاد الذي تواجهه المدارس المتوسطة. مديرة مؤسسة إي بي أفريق إيلين غولير قدمت كلمة أكدت من خلالها مدى اهتمام الحكومة التشادية بالتعليم وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لذلك، الأمر الذي دعا بها إلى تقديم هذه المساعدات من أجل ترقية ورفع من مستوى التعليم المتوسط في تشاد. أما الأمين العام لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة ديولني لورا قدم شكره لشركاء التنمية على هذا الدعم الكبير الذي قدموه للبلاد، وأن المركز بدوره سيقوم بتوزيع هذه الكتب إلى كافة المدارس في الأراضي الوطنية. المدير العام للمركز الوطني للمناهج أعرب هو الآخر عن أهمية هذه المناسبة. مطبعة توسكان جاءوا من فترة لتشاد هنا وزاروا المدارس، وجدوا النقص الشديد للكتب المدرسية لدى التلاميذ، وهذا ما دافع الرئيسي لحركتهم أن يقترح للوزير، شاف الوزير عدة مرات وأقترحوا وضع أو مساهمة في حل هذه المشكلة. ويمكننا القول بأن الكتب المقدمة من قبل مؤسسة إي بي أفريق ومطبعة توسكان تساهم بشكل كبير في النهضة العلمية ورفع من مكانة التعليم في البلاد.